أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي تتم بنعمته الصالحات، والصلاة والصلاة والسلام على إمام المرسلين ومعلم الأمة أجمعين، هادينا وسائقنا إلى الجنان محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يطيب لي في هذا اللقاء الميمون طلاب الأماجد طالبات الكريمات أن نبدأ معكم أو نستهل معكم آخر محاضرة بإذن الله سبحانه وتعالى في علوم القرآن. عل الله سبحانه وتعالى أن يكرمنا وينفعنا بما علمنا، اللهم آمين اللهم آمين. هيا بنا لكي نقف عند بإذن الله سبحانه وتعالى عند الحديث عن مراتب المدود، ثم بعدها سنقوم بالحديث عن ملحقات المد الطبيعي والمد الفرعي. نأتي على بركة الله، فهيا بنا. مراتب المدود تتفاوت طبعا مراتب المدود تبعا لتفاوت أسبابها من حيث القوة والضعف، فكلما كان السبب قويا كلما كان المد قويا، وكلما كان سبب المد ضعيفا كلما كان المد ضعيفا. المراتب هنا خمسة بالترتيب: المد اللازم، واحنا قلنا لأن فيه إشباع فهو ست حركات لزوما، المد المتصل، المد العارض، العارض للسكون، والمد المنفصل، ومد البدل. هكذا هي بالترتيب بناء على قوة السبب الخاص بها أو الخاص بمدها. نأتي الآن إلى مدود متعلقة بالمد الأصلي أو متعلقة بالمد الفرعي. أولا المد الصلة، كثيرا ما يأتي معنا في القرآن هاء الكناية أو هاء الضمير، ونلاحظ أن القراء يقرؤوها بنوع من المد، مع أننا يعني في الحالات السابقة لم نتطرق إلى هذا النوع من أنواع المدود. فنقول أن مد الصلة إذا وقعت الهاء كما قلنا في محاضرات سابقة، مثال به بصيرة حرف الهاء وقع بين متحركين، يعني كلمة به بصيرة الهاء الخاصة هاء الضمير أو هاء الكناية، قبلها بي أي متحرك، وبعدها به، به بصيرة باء مكسورة وبعدها باء مفتوحة، أي حرف الهاء وقع بين متحركين، وصلت الهاء بحرف مد يناسب حركتها. الآن به الهاء مكسورة، إذا أردنا أن نمدها نمدها بما يوافق لفظها، بما أنها مكسورة إذا نمدها مد بالياء، فنقول به بصيرة، مش به بصيرة لا، وإنما به بصيرة، مد يناسب حركتها، فالضمة ما يناسبها الواو، فالضمة واو مدية، والياء والكسرة ياء، وينقسم لقسمين حسب الحرف التالي لحرف الهاء. قد يكون مد صلة، مد صلة صغرى أو مد صلة كبرى. نحن قلنا نحدد نوع مد الصلة بناء على الحرف الذي يأتي بعد الهاء، فنقول مثلا به بصيرة. الآن ما الحرف الذي جاء بعد بحرف الهاء؟ جاء حرف من أحرف الهجاء، كل أحرف الهجاء، أي حرف من أحرف الهجاء إذا جاءت بعد حرف الهاء يكون مدها مد صلة صغرى. لكن إن جاء بعد هاء الكناية أو هاء الضمير، إذا جاء بعدها همز يكون هناك حكمها مد صلة كبرى وليس صغرى. مد الصلة الصغرى إذا وقع بعد هاء الكناية حرف غير الهمز، يعني كل الحروف، ويمد مدا طبيعيا كما قلت لكم، إنه لاحظوا إنه كان به بصيرة، إنه النون متحركة، الهاء هاء كناية يعني ليست أصلية في الكلمة، هاء ضمير، وبعدها إنه كان حرف الكاف أيضا متحرك، إذا هنا مد صلة صغرى. لماذا قلنا صغرى ولم نقل كبرى؟ قلنا الكبرى لا تكون إلا إذا جاء بعد هاء الكناية همز وليس حرفا من أحرف الهجاء غير الهمز. لكن إنه كان به بصيرة، كلمة به بصيرة شرحناها قبل قليل وقلنا حرف الهاء هنا جاء بين باءين متحركتين، ها باء قبلها وباء بعدها، أيضا يكون حكمها مد
صلة صغرى حكمها تمد مدا طبيعيا بمقدار حركتين، فنقول إنه كان به بصيرا، المد الطبيعي العادي الذي لا مبالغة فيه. هنا ضرب لنا مثالا آخر، ولم يكن له كفوا أحد. له كفوا، الهاء هنا هاء ضمير أو هاء كناية، قبلها جاء حرف اللام، حرف اللام شرط أن يكون حرف اللام متحرك، هنا اللام فعلا متحركة بالفتح. كفوا الكاف الحرف الذي بعدها أيضا يشترط أن يكون حرفا متحركا وإلا اتخذت حكما آخر. الكاف هنا محركة بالضم، إذا جاءت قبلها حرف متحرك وبعدها حرف متحرك غير الهمز، إذا حكمها مد صلة صغرى تمد بمقدار حركتين. متابع أيضا متعلقات أو ملحقات المد الأصلي والمد الفرعي. المد النوع الثاني من أنواع مد الصلة هو مد الصلة الكبرى، وهو إذا كان بعد هاء الكناية همز، يشترط أن يكون همز، يلحق بالمد المنفصل ويمد بمقدار أربع أو خمس حركات جوازا. طبعا إحنا نحن قلنا إن المد المنفصل يكون سبب مده وجود الهمز، فهنا ألحق مد الصلة الصغرى بسبب أنه سميت مد صلة صغرى بسبب وجود الهمز، فألحقوها كصورة لأنها تشبه صورة المد المنفصل وتأخذ نفس حكمه وهو أربع أو خمس حركات جوازا. مثاله وما يكذب به إلا كل معتد أثيم. لاحظوا المد هنا لم نقل كما قلنا في به بصيرة، قلنا به بصيرة، به بصيرة مد طبيعي عادي لا زيادة ولا مبالغة فيه، لكن هنا نقول وما يكذب به إلا كل معتد أثيم، بمعنى أننا بالغنا في زمن أو صوت المد، في زمن الصوت وزمن الحرف، فكان من أربع إلى خمس حركات جوازا. نأتي لاستثناءات في قاعدة مد الصلة. نلاحظ معنى كلمة استثناءات يعني وجود الشرط مع عدم تنفيذ الحكم، عدم إثبات، يعني الآن الشرط موجود الذي يطلب منا وهو متحرك أو هاء كناية قبلها متحرك وبعدها متحرك، موجود الشرط لكننا لا ننطقها بالمد لأسباب سنتعرف عليها. أولا أو المثال الأول قوله تعالى وإن تشكروا يرضه لكم. لاحظوا هنا كلمة يرضه لكم، يرضه الهاء هاء كناية أو هاء ضمير، قبلها حرف الضاد المفتوح وبعدها حرف اللام المفتوح، إذا ينطبق عليها مد الصلة الصغرى، الأصل أن نمدها، لكن الإمام حفص قصر الصلة الصغرى ولم يمدها، ولم يمدها فقرأها وإن تشكروا يرضه لكم، يرضه لكم، لا يوجد فيها أي مد. الآية الثانية اذهب بكتابي هذا فألقه إليهم، فألقه إليهم. هنا لاحظوا أنه يرضه لكم، هناك الضم أثبت الضم لكنه لم يثبت المد وإنما قصر المد. هنا اذهب بكتابي، لو جئنا اذهب بكتابي مرت معنا في الإضغام المتماثلين الباء والباء، إضغام متماثلين من غير غنة، اذهب بكتابي هذا فألقه إليهم، فألقه إليهم، هنا قرأها الإمام حفص بالسكون ولم يمدها، ولم يمدها. لو جئنا على القاعدة الأصلية لقلنا فألقه إليهم، لأنه هاء كناية قبلها حرف مفتوح وبعدها حرف مكسور، يعني بين حرفين متحركين، الأصل وهنا همز، الأصل أن تكون مد صلة كبرى وليس صغرى لأن هناك همز، لكنه قرأها ساكنة، فنحن نتبع لرواية الإمام حفص ونقرأ كما قرأها الإمام حفص، نقرأها بتسكين الهاء وليس بمد صلة كبرى. المثال الثالث، الثالث طلاب الأعزاء، قالوا أرجه وأخاه، أرجه وأخاه. طبعا هنا أيضا سكن الإمام حفص الهاء مع ثبوت الشرط فيها، لكنه قرأها بروايته ونحن نقرأ كما قرأها بتسكين الهاء. نأتي الآن إلى مد التمكين، وحتى أن بعض العلماء يعني
هذا النوع من الأنواع لا يطلق عليه مد التمكين، ولكنه يعني تطرق إليه أيضا بعض العلماء وقالوا يعني من باب التأكيد ومن باب تمكين هذين الحرفين المتتاليين المتماثلين المتتاليين يجب أن يكون هناك مد لطيف يذكر حتى يستبين الحرف الأول من الحرف الثاني. مد التمكين هو مادة لطيفة مقدار حركتين يؤتى بها وجوبا للفصل بين الواوين، كما قلت لكم حرفين متماثلين الواوين واليائين، آمنوا وعملوا. هناك أحيانا في القراءة قد يأكلها بعض القراء وقد يبتلعها دون أن يشعر، ولذلك بعض العلماء أكدوا على هذا النوع من أنواع المدود أو اليائين المتتاليتين كقوله في يومين. في يومين الفي المد الأول بالياء والمد الثاني، فقالوا أنه هنا لابد أن يكون هناك مد بمقدار حركتين حتى نستبين الأول من الثاني ونعطي كل حرف حقه ومستحقه. قال بعض العلماء كل يائين أولهما مشددة والثانية ساكنة، قالوا في تعريف مد التمكين. إذا في بعض العلماء عرفوها أنه إذا توالى يائان أو واوان الأولى ساكنة والثانية متحركة يطلق تحتاج إلى مد تمكين وهي مد بمقدار حركتين. بعض العلماء قالوا لا، مد التمكين هو أن يأتي يائين الياء الأولى مشددة والياء الثانية ساكنة، فهنا يجب إحداث مد تمكين بمقدار حركتين لتأكيد ولتأكيد على الحرفين ووجوب إظهارهما كقوله وإذا حييتم حييتم، أو قوله النبيين النبيين. وعلى القولين بغض النظر إن كان هذا هو التعريف أو هذا هو التعريف حسب اختلاف العلماء، هو نوع أو ملحق بالمد الأصلي فيمد بمقدار حركتين مدا لطيفا. نتابع أيضا بعض الأنواع من المدود التابعة للمد الأصلي أو المد الفرعي. نأتي ثالثا مد العوض، وهو يكون عند الوقف على التنوين المنصوب كقوله أفواجا صراطا وهكذا. نستعيد هنا عن التنوين بماذا؟ بالمد. نستعيد هنا عن التنوين بالمد. وأيضا رابعا مد التعظيم، ويسمى مد المبالغة لأن فيه طلب للمبالغة في نفي الألوهية عن غير الله سبحانه وتعالى كقوله لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. هنا طبعا من اسمه ومد تعظيم، لكننا وللأمانة العلمية هذه من طريق طيبة النشر، لا يعني الطالب بالمبتدئ لا علاقة له بهذه القضية أو ليس من ضمن أولوياته في الدراسة، لكن نقولها من باب الذكر ومن باب التنويه، هي ليس حتى من طريق الشاطبية ومن طريق إنما من طريق طيبة النشر. خامسا مد الفرق، وهو عبارة عن الألف التي يؤتى بها بدلا من همزة الوصل كقوله سبحانه وتعالى، وهي موجودة فقط في ثلاث كلمات في المصحف كقوله الذكرين حرم أم الأنثيين، وقوله الله أذن لكم، وقوله الآن وقد عصيت. طبعا حالة الإبدال هنا بالمد الطويل سمي بذلك للفرق بينه وبين الفرق بين الاستفهام والخبر. هنا ليس خبرا وإنما يقول الذكرين حرم أم الأنثيين واستفهام الآن، يسألهم هل الآن تريدون التوبة وقد عصيتم الله؟ الله أذن لكم أم على الله تفترون؟ إذن هي عبارة عن أسئلة من باب الاستفهام وليس من باب الإخبار وليس من باب الخبر، ولذلك سمي بمد الفرق. هذا القسم الوحيد الذي يمكن أن نعتبره من أقسام المد اللازم الكلمي، ومن أقسام المد اللازم الكلمي المثقل والمخفف. المثقل والمخفف، الآن مخفف لأنه بعدها سكون، لكن الله هنا وراها بعدها جاء شدة فهي مثقل. الذكرين الذال مشددة، إذن هي من قبيل المثقل، مد لازم من توابع المد اللازم
الكلمي المثقل. أما كلمة هي من توابع المد اللازم الكلمي المخفف. طلابي طالباتي، بهذا القدر نكون قد استوفينا بعون من الله وبركة من الله وتوفيق من الله وسداد من الله شرح مساق علوم القرآن. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا وأن يقبلنا وأن يكتب لنا فيه الرفعة والعزة والقبول. اللهم آمين، اللهم آمين. أسأل الله سبحانه وتعالى كما قلت لكم أن يجعلنا من خير من علم القرآن، وأن يجعلكم من خير من تعلم هذا العلم من علوم القرآن. اللهم آمين، اللهم آمين. كل الحب لكم، دمتم في حفظ الله وأمن الله ورعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كانت معكم في كل محاضرات هذا المساق، المساق الذي شرفت بتقديمه لكم ولكل الذين يريدون أن يستفيدوا من هذا العلم. كانت معكم من خلف هذه الشاشة الدكتورة عبير علي النجار. تقبل الله منا ومنكم، استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.